نفس النعاس. رجعنا اخوانا لقينا السيد نعاس في الشانطي. انا قلت تو نفسك ما غتلقى واحد نعاس. ودزنا اخوه ما عطاتناش خاطرنا نخليو السيد فحال ماك. ما غاديش عرفوا عليه عائلته ولا شي واش جمعيه تعاونوا ولا شي حاجه. شو راجل مفتوح بزاف اصاحبي. شو العمر ديالو واش هذا يسال الساقه والبر؟ تصور قسما بالله العيل العظيم لقينا اخوه في الرومب وانا عزير بحال ماكا واقف بحال ماكا. يلا غد ليه مع الصباح ديز غادي للخدمه لقيتو نفس الديكور وشدينا مسكين من الشانطي من اللي وجدناه هنايا البارح بالليل قلت لهم نديو ليه عشاء في لقيناه ناعس لقيناه ناعس وسط من الشانطي كون دار شي واحد سكران ولا شي حاجه الله يحفظ شكون اللي غيديش قليدو اخوه. حنا خويا راه دايرنا داكشي اللي غنديرو جنا ليه ماكلتش وجنا ليه راه كان عندنا خويا فين نسكنو والله تنسكنو معايا مع والديا ولكن اخويا راه الله يحسن العوان اخويا والله 4 ايام اخويا بعدا هادي بعدا اللي كنشوفو اللي كنشوفو شحال هو في الزنقه شحال هو في الزنقه 4 ايام بعدا اللي شفنا حنا انت راك عارف ان المنطقه قريبه للبحر والبرد حنا كنعسوا في الديور داكشي وكيجيك البرد شو مسكين هنايا شو مسكين ارزلو قداش شو ارزلو مسكين قداش اصاح يلا شو السيد مسكين قداش راه ماشي شي دري صغير اللي غنقول لك غيمشي جات معاه غيحضر من هنا غيدي باني من هنا غيدي راجل كبير اصاحبي راه مسكين لا ما عدوش الله يمي يقول لك عطيني ولا الماكله ولا شي حاجه باش ما يبقاش متشرد مسكين هنا شو راجل كبير في السن ماشي شي واحد اللي غادي تقدر تعاونو كيفاه شو شوف الناس راه كلب كلب حاشاك والله يمي ينعس هنا كلب 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 حاشاك والله لا نعس شوف هات اخويا شوف هاد الحالة اللي فيها السيد ها انت شوف هاد الحالة اللي فيها السيد واش بنادم تطيح خاطرو يمشي لدارو وينعس مع ولادو ويخلي السيد بحال ما هكا راه انا دري صغير وما عطاتنيش انا نجي عندي شي حاجة ديالي